كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو حالكم؟ بألف خير. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم يا جماعه الفيديو هو من زمان لازم كان اعمل على هالبلد يا جماعه، لانه هالبلد بصراحه كثير كثير بحبها. فحبايبي بس انه انا المشكله عندي انه ممكن ما بعرف كثير مشاهير من السعوديه، بس اليوم جيت لكم بنت ما شاء الله عليها يا جماعة. اليوم جبت لكم بنت هي يا جماعة اسمها ليسا من السعودية هي، تمام يا جماعة. فالبنت بصراحة شفت كم مقطع لها، يعني كتير كتير يا جماعة محتواها حلو، البنت حلوة بصراحة. ما يعني أنا ما بعرف كتير من مشاهير السعودية يا جماعة، فهاي البنت يعني بصراحة لفت نظري محتواها. فأوكي يا جماعة ما بدي كتير أطول عليكم، اليوم رح نشوف محتوى البنت، نشوف البنت كمان نعطي رأينا. فعليا يعني بنت ما شاء الله حلوه حلوه كثير البنت يا جماعه. فاوكي يا جماعه انتم كمان اكتبوا لي تحت بالكومنتات ايش رايكم بالبنت، ايش رايكم بمحتواها، فممكن تعرفوها لانه في تبع اولا، هي اولا الترند هي اشتهرت فيه هي، فانا بصراحه من هالترند عرفتها. فاوكي حبايبي ما بدي كثير اطول عليكم، رح نبلش فيديو سو. سبسكرايب يا غنيم. اوكي نشوف هون شو هاي، يعني بسم الله عندها توأم هي؟ كتير تشبه هذيك يا جماعة كتير. معقول أختين توأم؟ شوفهم لما حدا يسألني كيف بنت بتغني راب. هذي شي بتغني راب؟ ترى شوف البنت بتجنن يا جماعة. بس في شغلة، يعني هن بالسعودية المفروض يعني هن بيفهموا أكتر بالحجاب وهيك أمور يا جماعة، فليش هيك مطالعة نص شعرة؟ نص شعرة بظن يعني حرامك صح؟ اوكي كيف بنت تغني راب؟ شوفها يا جماعة ما فهمت بصراحة، ما فهمت، بدها تركيز شوي، خلينا نعيد، ما فهمت والله. يقول يا لما تجلس مع قصة تصفي يا حلو جلدك مع تحريكة كتافك يا حلو جلدك مع تحريكة هاكا. جماعة اللي فهم يكتب لي كومنتات، والله ما فهمت ولا حرف. العصير نكب، بعمل نكب العصير. هوني كاتبة لما اطلب اوبر وتطلع سيارة بي ام دبليو. اوكي ترى حلوة البنات، يا كتير حلوة يا جماعة، الجمال السعودي الاصلي هذا يا جماعة ترى والله. بسم الله اعلان والله. شوف هون يا عم حلو البنت، بس ان شاء الله معاملة تجميل، انا ما اظن عاملة تجميل. بس انا بعرف هيك كثير انه اهل السعوديه بيلبسوا هيك الطويل والاسود والحجاب. اوكي نشوفهم. ايوه ترى حلوه البنت يا جماعه. ايوه هشوفه. اختك معي حلوه بس هي احلى يا جماعه. شوفوا لحظة أحس، خلينا نرجع شوي شوفوا، أحس تم عينها مناسق هيك وشها كله على بعضها، ترى حلوة البنت خلاص. ولا حد واخد باله مني، أنا ما أنا أنا إيه إيه وراهم لحد ما أدخلهم الغيط. اسمي الحقيقي يا ولد مكرينا وكرينا، بعد كمان حديث شوي وما كرينا مكرينا مكرينا، إذا كان على المرينا مكرينا مكرينا،
ايش اسمها ماكارينا يعني؟ اوكي انا ما فهمت. شوف هون. اه 22 سنة. ليسا. ليس. اصفر. لا لحظة. في شي غلط يا جماعة. شو هاي بلدي وصولي تركية؟ كيف؟ بلدي وصولي تركية. كيف؟ كيف؟ ما فهمت. لكن شوف هون كمان. هذا كمان سعودي صح؟ انت كل شي حلو فيكي بس لو الحجاب هالشعر ضبي جواد الحجاب يطلع احلى يعني. تخلى عني بلاش مناش ونزلني بغياب وي وي حلوة تبع وي. كم بنت عدد البنات اللي عملتهم سواق؟ اوه انت علمتيهم؟ الله عليكي ترى انت معلمة بسواقة. شو عم تعمل هون؟ حلو حلو. ها شو عم تعمل؟ لبسها حلو كمان هيك بس لو هالحجاب يا جماعة مشكلة بس. الحجاب مشكلة. اوكي شوف هون. اوه واو تحياتي للسعودية. اوكي راب المدرسة. اوكي شو ايوه شو عم تعمل هون؟ عم تفوت من المغارة على اساس يعني. اوكي هذا كله سلومو يعني من فايته هي. شوف هون اوكي حبايبي مثل ما شفتوا شفت محتواها بصراحة بجنن بنت حلوة يعني. انا بصراحة كان من زمان لازم اعمل على حدا من السعودية لانه بحب هالبلد كتير. هي اول شغلة. تاني شي ما بعرف يا جماعة ما بعرف حدا من مشاهير السعودية كتير كتير بس هالبنت كتير كتير عجبني محتواها وهيك فحبيت نعمل عليها. فبحبكم كتير. لا تنسوا يا جماعة تكتبوا لي تحت بالكومنتات ارائكم وتكتبوا لي عمين حابين نعمل رد فعل كمان حبايبي وشو حابين نعمل على القناة هيك اي شغلات عملنا. فبحبكم كتير. كان معكم شادي بشوفكم فيديو جديد. سلام.